السلام عليكم، طلاب صف الرابع. إن شاء الله اليوم سوف نتابع درس تقريب الأعداد العشرية، وذلك من خلال حل تمارين الدرس من كتاب الطالب صفحة 57. السؤال الأول: أقرب كل مما يأتي إلى أقرب عدد كلي. أقرب عدد كلي يعني الآحاد. الست راح تروح 8، 8 من العائلة الكريمة راح تعطيها 1 فتصبح 7. تصبح 7 صحيح، واللي على اليمين أصفر ما بقي. الآن 4 راح تروح على 7، 7 الكريمة راح تعطيها فتصبح 5 تقريبا. الست بتروح على 3 ما راح تعطيها فبتضل 6. 3 بتروح على 4، 4 أقل من 5 ما راح تعطيها فبتضل 3. 7 بتروح على 8 كريمة بتصير 8، والثمانية بتروح على 0 ما بتقدر تعطيها فبتضل 8. الآن أقرب كل مما يأتي إلى أقرب جزء من 10. راح أحدد أجزاء الـ10: صفر، ستة، أحددهم. نبدأ الآن. الصفر راح تروح على 2 ما راح تعطيها، فبتصير 2 0، والصفر بتضل زي ما هي، والثمانية بتنزل، يعني 8 والباقي أصفار، إذا ما تساوي 8. طيب الست الآن جزء من 10 بتروح 7، 7 راح تعطيها، فالست راح تصير 7. والست اللي على اليسار بتضل زي ما هي، لأن 7 بتتحول إلى 0 وبصير إنه ما نكتب 0. الثلاث راح تروح على 3 ما راح تعطيها، فهي بتضل زي ما هي، والثلاث بتضل 3. إذا 3 5 صحيح وثلاثين من مية، أو هي نفسها تكافئ 5 صحيح وثلاثة من 10. الثمانية راح تروح على 6 راح تعطيها، فالثمانية راح تصير 9، إذا الجواب 9 و9 تقريبا. الصفر راح تروح على 4، على 4 ما راح تقدر تعطيها فبتضل 3 تقريبا. والستة بتروح على 2 ما راح تعطيها فبتضل 6 و6 من 10. سؤال رقم 13: ما طول التمساح في الصورة المجاورة مقربا إلى أقرب جزء من 10؟ هاي جزء من 10 اللي هي 3، 3 بتطلع 9، راح تعطيها لأنها أكبر من 5، إذا تصبح 4، والتسعة تتحول إلى 0، والأربعة اللي على يسار الثلاث بتضل زي ما هي، إذا تقريبا 4 صحيح وأربعة من 10 نقطة. يتقاضى مكتب تأجير سيارات رسوما من العملاء حسب عدد الكيلومترات التي قطعوها مقربا إلى أقرب عدد كلي، يعني إلى أقرب أحد. إذا قطع سفيان 40 صحيح و8 من 10 كيلومتر، فما عدد الكيلومترات التي سيحاسب عليها؟ إذا الصفر راح تروح 8 راح تعطيها 1، فالصفر صارت 1، والأربعة اللي على اليسار ظلت زي ما هي، واللي على اليمين تحولوا إلى أصفار ما لهم قيمة، إذا تقريبا 41 كيلومتر. مهارات التفكير: أكتشف الخطأ. قال محمد إن تقريب كل من العددين 17 صحيح و5% و17 صحيح و18% إلى أقرب جزء من 10 يعطي الإجابة نفسها، هل هو على صواب؟ والآن الذي أقرب إلى أقرب جزء من 10 اللي هي 0 و1. طبعا لما أنا راح أقرب، الصفر راح تروح على 5 فراح تعطيها فراح تصير 1، و17 بتنزل زي ما هي، إذا 17 صحيح و1 من 10 تقريبا. هون الواحد راح تروح 8، الثمانية راح تعطيها فبتصير 2، إذا الجواب 17 صحيح 2 تقريبا. إذا الخطأ إنه ليس لها الإجابة نفسها، وهو هذا هو الصواب. تحتاج هدى إلى 2 كيلوغرام من اللحم المفروم لتحضير وجبة الغداء، ولديها عبوة كتلتها 2 صحيح 56% كيلوغرام، وعبوة أخرى كتلتها 1 صحيح 69 كيلوغرام. إذا استعملت التقريب فأي العبوتين ستختار؟ عند تقريب إلى أقرب أحد، الواحد بتروح على 6 بتعطيها بتصير 2 كيلوغرام تقريبا، واثنين بتروح على 5 كمان راح تعطيها راح تصير 3 كيلوغرام تقريبا. إذا راح تختار العبوة الثانية اللي هي كتلتها 1 صحيح و69% كيلوغرام. هيك نكون انتهى تمارين هذا الدرس. يعطيكم العافية يا رب.